طب انا اديت ما عليا من صيام 6 من شوال، نعم تمام، وخلص شهر شوال، وعايز ابدا قضاء الايام في شهر ميسر رمضان، الأمر ميسر. تمام. ولكن دائما يعني اغلب المسلمين ما يحبوا ان يصوموا يوم الاثنين والخميس، نعم فهل برضو ينفع ان انا اجمع ما بين القضاء والسنة؟ بنية القضاء اللي عليه، بنية القضاء اللي عليه. إنسان عليه دين يسدد دينه أول بأول، أجمعه. تمام. وليه بقى ميزة في يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة الثمانية تفتح كل يوم اثنين وخميس، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس تفتح فيهما أبواب الجنة وترفع فيهما الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. تمام.